ما بعرف، مرتاح كتير، بحس بيتي، بحس كل الأكيب يعني من زمان بنعرف بعض، تعودنا على بعض، وهذا شيء كتير بيساعدني وكتير بيشرفني. أكيد كمان كون موجودة بالبرايم الثامن من ستار أكاديمي. يا عايش بعيوني ويا أغلى من عيوني. مش بس شيرين وابتسام، في كتير أصوات حلوة أكيد غنيت معهم وسمعت كيف بيغنوا. بتمنى لهم يعني من بعد هيدي الفرصة اللي لازم كتير يستفيدوا منها، انه بعدين من بعد الأكاديمية، من بعد ما يطلعوا يشتغلوا على حالهم أكتر ويهتموا بفنهم، بالشي اللي بيحبوه. الاستمرارية هي إدارة أعمال، اختيار أغاني مناسبة للفنان، وكلهم مع بعضهم. ألبومي الجديد كتير مبسوطة فيه، يعني ما له كتير زمان، له جمعتين وأصداء كتير حلوة، كتير مبسوطة عن جد من الناس اللي بتلاقى فيها. بيقولوا لي إنه كل الألبوم حلو، مش بس أغنية عايش بعيوني بما إنه نزلتها وصورتها كليب. كل الألبوم حبينه وحب يصور كل شيء. هلا رح صور أغنية ما بعرف مع الممثل عادل كرم والمخرج ناصر فقيه، إن شاء الله الشهر الجاي رح نصور ورح يكون شيء حلو. بحكي مع الفانز أكيد، ودايما بخبرهم بكل شيء بعمله، بكل نشاطات اللي بعملها بيعرفوا فيها، فبكون مبسوطة إنه بحسهم قراب مني وأنا قريبة منهم، وهذا شيء حلو. تعلقنا أكتر ببعضنا، صرت بحب أعرف أشياء عنهم، أكيد مثل ما هني بيعرفوا كمان قصص عني وكل أخباري الجديدة.